الشباب رقم كبير جدا يلقي بأعباء وظلال بشكل ضخم جدا على كل المنظمات في العالم العربي وخصوصا مصر. يمكن العام الماضي كان في أحد الخطط الاقتصادية للتأمين على أن مصر تصدر قرابة من 60 إلى 63 مليار جنيه على مشاكل السمنة. واللي حضرتك ما عرفش الرقم ده يساوي قد إيه تقريبا؟ ده يساوي قرابة نصف الإنفاق الصحي الحكومي على الصحة. تقريبا بندفع اكثر من نصف الانفاق الحكومي فقط على مشاكل السمنه. الامر ده بينعكس على يمكن الترتيب الخاص لاسباب الوفيات الخاصه بالسيدات والرجال، وزي ما قلنا النهارده في هذا المنتدى يهمني جدا اصلت الضوء على هذه الاسباب اللي بتتصدرها مشاكل القلب والجلطات القلبيه والدماغيه تحتل المرتبه الاولى في وفيات السيدات في مصر. وللاسف المرتبه التاسعه والعاشره هي اللي فيها سرطان الصدر رقم 9 وسرطان الكبد رقم 10 في الفرق الوفيات. يعني احنا بنتكلم على حاجتين في غايه الاهميه، استاذ شعيب على المنظومه الصحيه وكذلك الدفاع معدلات وفيات السيدات. مش بس كده، لان كمان شكل سرطان الثدي في مصر مختلف عن العالم، يصيب السيدات كعمر اقل والوفيات فيه اعلى من العالم، بسبب ان احنا عندنا ضعف فراغ في الكشف المبكر. ده يمكن كان قادم مع توجيه سياسه الرئيس في 2019 ضمن حزب المبادرات 2 مليون صحه لتبني برنامج الكشف المبكر عن سرطان الصدر. ولنا انا سعيده جدا في هذا المنتدى الناجح، يعني بيناقش قضيه من القضايا الهامه جدا للمجتمع المصري. احنا بنؤمن ان صحه المراه هي صحه الاسره وهي صحه المجتمع المصري بشكل عام، وان يعني كما نرى دائما ان اعلاء قيمه المراه والتركيز على دورها الانتاجي والانجابي هي قضيه هامه بتشن البال للقياده السياسيه وكافه فئات المجتمع، اذا كانت حكوميه او اهليه او حقوقيه او ايضا قطاع خاص، لان هي لا نستطيع ان يعني نقلل من قيمه مشاركه المراه في سوق العمل وفي صحه الاسره بشكل عام، استكمالا لهذه المسيره واستكمالا للمبادرات الرئاسيه المتعدده التي اطلقها السيد الرئيس لصحه المراه، سواء الكشف المبكر على سرطان الثدي او سواء قيمه 100 مليون صحه والكشف المبكر على الامراض المزمنه لدى المراه. بنستكمل المسيره بمشكله سرطان عنق الرحم. الحقيقه يمكن احنا كتضامن اجتماعي محميين يعني باهميه شديده جدا لموضوع يعني مساهمه في تعزيز صحة المرأة. المرأة اللي بنخدمها هي من الفئات البسيطة، هي من الفئات اللي ممكن ما تلاقي اهتمام شديد بصحتها، مش بس بصحتها الإنجابية لكن بصحتها الأسرية بشكل عام، وده يعني بيسري مش بس على السيدات البسيطة ولكن على كافة السيدات في مصر. احنا محتاجين نركز ونسترجع اهتمام المرأة بدورها في العناية ورعاية صحتها الإنجابية. النهارده في هذا المؤتمر بنناقش قضية سرطان عنق الرحم، وهو من أكثر السرطانات شراسة، وإن كان مش كان هو اللي بيحتل الأولوية الأولى في ناحية سرعة أو كثافة الإصابة بيه، لكن هو أكثرهم شراسة خاصة إذا لم يتم اكتشافه في وقت مبكر. يمكن صحة المرأة الإنجابية إحنا بنركز عليها وبنوعي بيها، وبيساعدنا قوى الجمعيات الأهلية، عشان كده إحنا سعداء بوجودنا النهاردة مع الجمعية المصرية، لأن ده محور هام جدا. لما بيحصل اكتشاف مبكر أو بيحصل رعاية مبكرة لصحة المرأة بيكون التدخل أسهل بكتير قوي، بيكون نسبة تعافيها عالية جدا. تعطيل صحة المرأة مش بس تعطيل ليها كشخص ولكن تعطيل للأسرة بأكملها. النهاردة يعني في حوار علمي اجتماعي طبي، بنجتمع كل الفئات، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، هيئة الشراء الموحد، بما يجر عليه شراء أجهزة طبية وأدوية وتعليمات. فيعني الحقيقة بنساند هذه القضية بقوة، مجتمع مدني، جامعة الدول العربية، كلنا بنجتمع اليوم لمناقشة هذه القضية، ولكن فيما ماذا بعد؟ النهارده بنضع خارطة طريق مع بعضينا، نستزيد من عيادات الكشف المبكر سواء لدى وزارة الصحة والسكان أو لدى الجمعيات الأهلية اللي بتعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي. بنشتغل على وعي المرأة في سرعة الكشف على الصحة الإنجابية والاهتمام بصحتها، وإنها تقتنع تماما
ان صحتها الانجابيه هي جزء هام جدا من صحتها العامه وصحتها الاسريه ومشاركتها في المجتمع. الدوله لا تامل جهدا ولا انفاقا في هذا المجال. احنا كتضامن اجتماعي نتعهد نقدم كل الدعم للسيدات خاصه السيدات اللي بينتموا لفئات بسيطه ان احنا نقدر ندعمهم في الكشف المبكر ونقدر كمان نتوسع بالتنسيق مع المجتمع المدني. هي النهاردة برضو أيضا يمكن سرطان عنق الرحم هو يعني نمرة مش نمرة واحد في السرطانات، لكن نسبة الإصابة فيه 14% من المشكلات اللي بتوازي أو بتتواءم مع سرطان عنق الرحم هي التدخين، هي العلاقات الجنسية المتعددة، هي أيضا الجزء الخاص بالسمنة وإهمال المرأة لصحتها الإيجابية، وكلها تداعيات نقدر نتداركها في وقت مبكر. احنا كل اللي احنا بنحاول نوصل لنشر الوعي ونحاول ان احنا ما نكونش على نفس الخطوات اللي الدول الدوله المصريه بتهتم بشكل كبير جدا بالوعي والكشف المبكر والتدخين المبكر اللي بتحصل، وده الهدف بتاعنا النهارده. الحمد لله محطوط اكتر من 1500 سيده اللي بيشوفونا خلال السوشيال ميديا والاونلاين انه مذاعه ومترجم بالانجليزيه ومترجم بلغه الاشاره الكبيره، فده الهدف من المنتدى بتاعنا النهارده. احنا سنه هو التوعيه والوعي ثم الوعي لان هو الاساس اللي بيحمينا عليه. شكرا لحضرتك.